الفورم ديال هذا العام اللي وصل للدورة ديالو العشرين، غادي يكون إن شاء الله في لو 20 و 21 فيفري 2019. لو تيم ديال هذا العام هو ماروك بروموتور دو بارتناريا سين افريكان. غادي نحاولو نتطرقو العلاقات بين الصين والافريق افريقيا والدور اللي كيلعبو المغرب في هذه العلاقات. الفورم ولا المنتدى بالنسبة لنا هو واحد لوبورتينيتي اللي كنعطيو للطلبة المهندسين أو للمهندسين الخريجين باش يتلاقاو مع كبار الشركات ولا المقاولات في المغرب. حنا كنتصلوا بالشركات وكنديروا معاهم، يعني كنتفقوا على المشاركه ديالهم للمنتدى ديالنا، وكيجيو الطلبه ولا المهندسين كيدفعوا لي سي في ديالهم سواء باش ياخذوا ستاج ولا باش ياخذوا امبلو. كيكون عاوتاني ورشات دي زاتوليي من غير هادشي، يقدروا الدراري يكوريجيو لو سي في ولا يديروا دي فوتو بروفيسيونيل ولا يتعلموا كيفاش يغيديجيو ان رابور دو ستاج الى ما ذلك. نتوما على شي دول اخرى من افريقيا بحال المقاول ديالكم هنايا ولا زونتربريز بوغ لي دومون افريكان. او الصراحه كيما زعما كيتجلى مزيان في التيم ديال هذا العام ولا في التيم ديال العام اللي فات، حنا كن زعما حنا اونسوي هاد لا فيزيون ديال المغرب اللي كتقوي هاد لونيون مع افريك. حتى حنا كنحاولوا ندرسوا لي زانفيستيسمون اللي كيجر المغرب في الدول الافريقيه، وكنشجعوا المقاولين لا زعما الخريجين ديال المدرسه ديالنا ولا المقاول المغربي عامه عن طريق مثلا دي كونفرنس اللي يقدروا يحضروا لهم سو دي زومباسادور ديال لي بي افريكا في المغرب باش نحاولوا نسهلوا هذه الارضيه ديال المقاوله في افريقيا. ممكن تقول لنا شي شركات اللي كتستعمل اليوم الاستاج ديال الناس المقاولين اللي كبار الشركات؟ اييه مثلا في زعما لي بارتنير اوفيسيال ديال الفوروم كاينه لو سي بي، كاينه مناجم، كيكونوا حول تاني دوك الشركات ديال المحروقات بتروم فيفو انرجي، الشركات المختصه في مجال الطاقات مازين الترون، كاين عاوتاني كنعيطوا حتى الابناك سياش غادي تكون معنا ان شاء الله هذا العام، بي ان بي باي كانت معنا العام اللي فات. تقريبا كاينين بزاف ديال لي سونتربريز راه تقدروا تشوفوهم هنا. بالنسبه للحضور ديال الناس دابا المرشحين كيفاش كيبان لك انت؟ والحضور زعما عامة كيكون عندنا ما بين واحد 1500 1600 ديال الحاضرين، وصراحة كتكون الاستفادة من هذا الفوروم، يعني شحال ديال الناس كنعرفوهم حنا جاو الفوروم ودفعوا السي في ديالهم وفي الاخر خداو ستاج ودوزوا ستاج ولا خداو خدمة من الشركات اللي كانوا حاضرين معنا في الفوروم. لأننا أولا كنحاولوا نتفاهموا معاهم على أثمنة تناسبهم للحضور المنتدى ديالنا، وكنمهدوا لهم داك اللقاء مع لي زونتربريز الكبار. مثلا فاش كتجي عندك مثلا لونيم ولا لو سي بي ولا لو ان دوز ولا مناجم ولا شي حاجه، كتحاول تقرب ديك المقاوله الصغرى باش منها تاخذ الخبره ومنها تشوف الا كاين يقدر تاخذ شي دعم من دوك المقاول. وثانيا كان زعما كنعرضوا على دوك لي كابيني دو كونسلتين اللي هما كيعطيو يعني النصائح وكي استراتيجيه دوك المقاولين الجداد، يعني شي واحد الا بغى يدير شي مقاوله ديالو ولا شي حاجه حنا كنجيبو لهم دوك لي كابيني دو كونسلتين كينصحوه كيقولوا ليه واش زعما يكمل في البروجي ديالو، واش غونطابل واش ماشي غونطابل، كيدرسوا معاه لي ريسك وداكشي زعما المسائل التقنيه، وحنا كندفعوا بهم لقدام. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.